بلادي الثورة يجي يساور في الحاكم ما يفكوا له المصورة بابا الغالي. يا جشاش مصورة ودرشنية وكذا خي بالرسمي عطوك تريحة في دفينة مراد البارحة برا عاد بشار قلت لك خالتي ناجية ودي ما تعرفني مغروم بالراب يعني. هاي مغروم بالراب علاش عطوك تريحة اخويا مو مراد مسبول وخالتك ناجية قالت اوه قلت لها يا عالم والله العظيم طول نار فلاتوني تريح خاطر حياتك برشا سرار فهمت علاش مريك اسمعني خويا هاي خليك من الارواح يدي ايش قالوا نخدم على ارواحنا يرحم والديك اليوم المجيرة باش تجي هاي باش تجيب قرض 170 مليون قديه 170 مليون بجهره بينك تعرفني على قدي ما قريت شيء 170 مليون وحدها ولا قسمها واحد بالاس ام اس ولا فاسر يا شاه افهمني يرحم بايك المجيره توا جايه جايبه قرض 170 مليون في ساشي كحله من الاخر على الاخر انا باش نستقاد خوك فهمتني هاي خويا مليك فهمتك الكوته ديما الفوق جيب لك اكسبريس مالك العاده والدنيا قلت انا اكسبريس اقول لك 170 مليون تقول لي جيب لك اكسبريس اه بس شوف الدنيا كوكتيل 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 اه بالله 170 مليون جيب لي كوكتيل 170 مليون صاحبي بتجي لهنا تلقى جي كاسي شنو هي جي كاسي؟ ايام قرداش القهوجيه صاحبي بالله مريقل تهنى حاجه ثالثه توا وضعيه اهم حاجه فيهم الكل واضح ريت القطيفه تجي احلى دقومه يتهنى ماكش عادي يا دقومه والله كوم المهم مخك يقفي دقومه يا دقومه راك اقوى واحد في العالم يا ودي تهنى تهز الكوتا لو ماكسي نوم فهمتني باه واضحين باه اشترتق في النفق تو تصرف وجيب لي اكسبريس اكسبريس 170 راه اكسبريس التران ولا القه فات لك معايا برا في اللواج برا برا بريك توا تجي المجير شرير توحشتك يا روحي توحشتك عطينا يا روحي يا روحي توحشتك محلى ريحتك يا روحي محلى ريحتك محلى ريحتك اللي يخليك لي سيب صار انت توحشت الساك ما توحشتنيش ليه ما انا فرح بالضيف تيزدي عاد صفا صفا انت جبتي الفلوس هاني جبتهم الكل صحيتك هيك نحبك سلام عليك سلام مرحبا بيك سيد دقومة عايش مرحبا بيك علي اكثر اكثر مرحبا بيك والله العظيم والله اللي عندك علاش تحلفين عز ما اخترت احسن واحد في العالم هذا اخر ثلاثه تو هذا زيد زيد هذايا تالمون ضاوي نهار كي تولد في بالهم بروجيكتور والله العظيم عز والله قلبه به وانت باهي واعطاك به عايش 170 باه مش مشك ما نقول لك حاجه باش نفرحوا بيك عاد عندنا كراب نوتيلا غافر مايونيز باه عندنا سيدي الموزاريلا اما فهمني الكريب 25 الموزاريلا 38 عندي كلوه ب 27 مليون تحبي تاخذها خذها يا بنتي باش نفرحوا بيك باش نفرحوا بيك الله لا نفرحوا بيك اعطيني هذيك الموزاريلا هذيك ومعها كريب وجوت فغيو كوكتيل بس شويه بس شويه بس شويه الفلوس ما جابتهمش اسبيس جابتهم في شيك جيب اكسبريس اكسبريس برا الشا انصرف جيب اكسبريس ما عندناش سبيس بالصبحو هاي ما ناظر ها نرجع لك حب هاني جبت الفلوس لا يحرمني منك مريولي انت شريتي هولي اي صباتي انت شريتي هولي سروالي انت بقعتي هولي بالجفال واقسم بالله ما نقت لك انت ولدي عندنا الفلوس تو نشري لك سروال واحد اخر وجفال اي نعم بو زينك باهي اسمعني روحي مش قلت باش تعطيني تفتوفه اي نبدا هكا نشلو شي اموري اي ما في بالك انا نحب نبني فوق دارنا اخي داركم شو يسكنوا في بلاس دار اي دارنا في ما حكيتلكش يا ما بابا خذي ارض في سيتي بريفي ان شاء الله مبروك قلت ما وش نبني فيلا قلت نبني فوق ومازلت ما تبنيتش الفيلا هاي باش تبني انت الاولى باش نبني انا الفوق وبعد جي بابا يعمل الفيلا يا ماما سيتي بريفو نسكنوا فيها كي نعرسوا نو حتى انا نو ما نحبهاش ما تحبش سيتي بريفو لا لا ما نحبش نعرسوا وما نصلوا انا اسمعني اسمعني تو ناخذوا دار قريبه شعلين على خدمتك وكذا والباقي كل تنصرفوا فيه باهي باهي انا حشتي بك في موضوع ان شاء الله خير بابا باش يموت ولازم 12 مليون وعلاش ما قلتلوش انا بالكهرباء بلاش ونقعدوا عندنا 12 مليون يا ولدي بابا مريض بالمعده يلزمو تحاليل تتكلف 12 مليون ما يصيرش نعطيها تو هذا السؤال تعطيه انا قلت لك شبيك يا اخي بابا راهو هذايا فهمت ولا نشاور فيك في بابا زاده قدر فيك راهو واه فتنه نوطون في با عزيزتي يعطيه ولا العقل في صار هو ابوك اي بالحق ابش نكلمه مدلو مدلو قول له اعمل عمليه على المعده كان يحب يعمل على الكلاوي ما يسالش مديله زاد وي بابا
أنا في القهوة متاع العادة في عقلك أنت مازلت طبطة شوية. أي ساعتين وتخلط. أي أنا هكا ولا هكا مازلت كي قعدت. في عقلك يا بابا خذ راحتك خذ الكا. علقي أنا جيت علقي. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى هذا أبوك؟ إي قديش عمره هذا؟ بابا 76 سنة. والله لا يظهر، يظهر 75 سنة بالحظ. والله والله تعرف بايك هذايا كان مازال في الجارانتي نورمالمون ترجعوه يمدونا في بلاصتو فور. جبتي القرض عايش بنتي؟ اي اي يا بابا أول مرة الراقد ديدي يتكلم سامحيني. أول مرة الله غالب. وهذا شكون؟ هذا يا صاحبي يا بابا. ما تحشميش تقول لي صاحبي قدامي هنا، والله لا تحشمي ولاك بنتي ولا راني نعرفك. هياك هاو مالا بابا باش نخلي 12 مليون عندي وشوف بناية أخرى تعطيك 12 مليون. اقربوا لبعضكم شوي عندي. احكيوا فيما ناقصكم ومزايدكم. اي عاد شبيه شنو هي المشكلة؟ اعطيني هيك الفليسات عايش بنتي. اعطيه 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 يا حاج يا معلم. هاي مديله الفلوس. هاي بابا. وي عصام ريزرفيت في جمرتا. هاي هاني جايك. هاي اوكي اوكي هاني جايك جمرتا. انت متأكدة اللي بايك عنده المعدة؟ اي بايك عنده قعدة. وي حسام ايجي جاني في القهوة متاع العادي يجي عايش خويجة ما تبتاش. شكون حسام يا بنت؟ اسكت حسام خويا ذي قريد العش ذي نورت العائلة. راهو مسكين صوته ما تسمعوش يقرا فيه كل بريفيز ويخلص لك اش يطردو. اما نعاوني عليه. نعاونك عليه وبنتي المصروف الزايد ما عادش باش ياخذو. هذا حسام على خاطر خوك حسام هذا لازم يتربى من اول وجديد مع شيخه مصروفه الجملة وكان لازم نعطيه تريحة. خوك حسام هذايا واضحين؟ واضحين. نشدو ونقتلو بالضرب انا حسام. حسام خويا هذا نورت العيلة؟ اي علاش ما صبرتوهوش؟ خليها كيكة بالله خليها كيكة. يقبل كل شيء يا؟ اي ولا ديستريبيتور؟ اي حسام اي حسام من؟ هاو من جيلي باين انت مقلع من جيلي. والله حسام قرايد العشة مش عادي حسام. مازال شكون اخر؟ امي. وي امي. امي ايجا ايجا هز الفلوس خلص العطار والخضار والجزار ايجا. هاني نستنى فيك في القهوة. تحب طب 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 في عقلك. امي مسكينة مو سيلة. لا اله الا الله محمد رسول الله. ها سحر جبت الفلوس. اي يا امي جبدت برا سحر. ربي فضلك عايش ربي خليك. هاي سحر رانا نحبوا سحر. هاي رانا موتوا على سحر. هاي ربي فضلنا سحر. هاي هاي بنيتي اعطيني خن تراها خن نشوف بنيتي راهو الكريديات كثروا عليا وليدي حتى العطار ما عدش نجم نوقف عليا حتى نشري حكا شامية. عليها مش للشامية نحشم وليدي نحشم. علاه باش تاخذي عريانه شمايه؟ يا ولدي راهو الكريدي راهو الكريدي. والله على الاقل مسكين بيك هذايا. ربي يسترك ربي فضلك. على الاقل مسكين بيك هذايا تخلص العطار وتخلص الناس. يا خويا ساعات تلقى الام نوع وتلقى محسن العطار. العطار. اي انت في العطريه؟ هاي هاني جاي هاني جاي. تكلمت بر يسترك بنيتي ربي يفضلك عايش. ربي خليك ان شاء الله ديما مع الزوالي. ها محسن اسمعني ريت تو كي نجيك هنا تسكر العطريه وتخرج نمشوا على قمرت باهي. فهمت ولا لا؟ هاي بنيتي ربي يسترك ربي مع الزوالي ربي مع الزوالي ربي مع الزوالي ربي مع الزوالي. يا اخي متأكدة انت عندك عائلة؟ بالطبيعة. وامك تهرب؟ تزي عاد مالا حالة؟ ايا توا الفلوس اللي قعدت في الساك الكل اللي انا وياك على الاقل خلنا تنفسوا صحايبي. هاي ايش بدي كلف فلوس ونفن فينا الامور. اقلبي الساك الكل اقلبي الكل ما تحشميش